فراس منور الدنيا طبعا حبيبي. وجاي تبارك لمين تحديدا النهارده؟ جاي عشان ابارك لصحابنا، ابارك لنفسنا. يعني انا شايف، يعني انا دي روايه انا كنت قريتها من فتره طويله جدا، كاتبها الاستاذ ياسر عبد الباسط، وكنت مستني انها تتعمل فيلم، وما كنتش هلاقيكم مين احسن من اللي حصلت، سواء كان كاخراج ولا سواء كان ككاست او شركه انتاج. الموضوع كله على بعضه بصراحه ناس حبايبنا وصحابنا، وانا عارف ان كلهم عاوزين يعملوا سينما كويسه. شايف ان قصه جريئه او غريبه على الناس حتى، وتوقيتها دلوقتي شايف مناسب كمان؟ هو هي مختلفه، هي قصه مختلفه والتعاطي مختلف، والمخرج الاستاذ كريم ابو زيد يعني اكيد عامل ابروتش مختلف جدا جدا، هتشوفوا حاجه مختلفه قوي. اياد نصار معروف بجرأته الفنيه كمان، فانت متوقع اياد يبقى شكله ايه النهارده؟ اياد انا متوقعه زي دايما، متالق دايما ودايما بيدرس الدور وبيطلع منه حاجه مش متوقعه حتى وما بتبقاش قاريها في الورق، يمكن بيديها بعد مختلف جدا. انا قاري الروايه ومتوقع اياد عامل ايه، يعني كلنا متوقعين شغل كبير قوي. الهجوم اللي حصل على اياد بسبب اصحابه الاعز شايفه منطقي ولا شايفه؟ مفيش منطق في اللي حصل. يمكن في حاجات طبعا ممكن نتكلم فيها، في حاجات ممكن مواضيع نقول عنها والله ممكن تبقى مناسبة للمجتمع اللي احنا عايشين فيه ولا لا، انما الهجوم اللي مش مبرر، ويعني في ناس برضو بتاخد الموضوع لدرجة انهم بيخشوا في اعراض الناس وحاجات، انا بصراحة شايفها انها صعبة جدا، ولازم نبتدي نغير شوية العقلية دي. وحتى لو احنا بعاد يمكن عن ده، لازم على الاقل اننا ما نشجعهوش على الاقل. شايف ان الناس من حقها تنقد فنيا، بس من حقها تمثل شخص فنان بشكل او بعين؟ لا، فنيا انت ممكن يعجبك او ما يعجبكش العمل، ممكن نقدك يكون بناء وممكن يبقى نقد لمجرد النقد، كل ده ممكن يعني يمكن ما فيهوش مشكله، انما هي الفكره لما بتخش في الاعراض وبتدي بعد للموضوع المفروض ما ياخدهوش البعد ده. يعني ما يعني احنا لقينا فجأة كلام على يعني مع احمد حلمي ودخلوه في الموضوع ومنى، انا شايف ان الموضوع كبر قوي زيادة عن اللزوم. زي ما بقول لك، يمكن في مواضيع ممكن نبقى متفقين او مختلفين معاها، انما الطريقة مش كده، اكيد مش كده.